call me a god. مرحبا واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. فيديو راح اتكلم فيه عن مشكله واجهتني اليوم، بس يوم الاربعاء 6/3. اول مره تواجهني مشاكل في اللعبه. دائما كنت اشوف في مواقع التواصل يتكلموا فيها عن اللعبه والمشاكل اللي فيها والسيرفرات وكذا، اقول وين هذه، انا ما حصلت لي، لكن اليوم حصلت لي. قبل ان نبدا، اول شيء اريد اسالكم سؤال: هل تريدوا ان نسوي ديسكورد خاص بنوبه جيمر بحيث انكم تتبادلوا فيه اليوزرات عشان تلعبوا مع المتابعين الآخرين؟ خبروني في الكومنتات إذا كنتوا تأيدوا هذا الشيء، وراح نضيفكم أو راح أنشر لكم الديسكورد، رابط الديسكورد. رقم 2، خبروني في الكومنتات عن الحاجات اللي تريدوني أسويها في الفيديوهات القادمة. اليوم المفروض كنت أنزل بيلد عن سفينة البرغنتين، هذه سفينة الاصطدام، أظن ميزتها هي الاصطدام، فلكن بسبب هذا المشكلة اللي صارت لي اليوم، وبسبب المشكلة الثانية اللي هي المفروض يكون في جليتش عن لابست، كيف انك تحصل على صناديق لا نهائية من صناديق لابست، ونفس الشيء صارت لي مشكلة الحين بتكلم عنها مع الفيديو هذا. الفيديو هذا بيكون فيه المشكلة اللي صارت لي مع الدبل اور ناثينج، وبتكلم باختصار في البداية وفي النهاية عن جليتش لابست، كيف يعني اني ما قدرت اسوي جليتش لابست بسبب انه اللعبة اليوم كانت ضدي وخصمي بطول الوقت بسبب الأخطاء اللي فيها. في البداية مثل ما شفتوا عطوني برومت. أول شيء أنتوا تعرفوا أنه عندي كل المصانع هذه في الخط الذهبي اللي أسميه الخط التجاري الذهبي ملكي، ليفل 6، يعني لما يكونوا فل يكونوا على 300. تقدروا تشوفوا المقطع موجود في التويتش، ما حذفته، المقطع الأول من هذا اليوم كانت كلها فل، شليت من 7 مصانع، كل واحد منهم يعطيني 300، يعني المفروض يكون عندي 2100 دولار إسباني. لما وصلت لهذا المصنع الأخير عطوني برومت إنه تريد دبل أور ناثينج. قريت إنه إيل ميشيل قريب أعرفه يعني في الماب، فقررت إني أروح لإيل ميشيل، وكنت خيفان عن يجيني شخص من الأونلاين ويبدأ يهجم علي ويمكن ليفل 12 ويقتلني ويدمرني ويأخذ الذهب، بس لا، رحت ومشيت وكل شيء أموري طيبة. وأنا راجع وقفت مع المصنع هذا اللي كان في الطريق وخذيت منه بعد 80 عملة ذهبية دولار إسباني. اللي صار في اللعبة بدل لا تعطيني 80 نقصتهم، فبدل 2000 لا ما 80 110، فبدل ما تكون كم، بدل ما تكون 2210 نقصوني لي 1990. طبعا انا ما كنت عارف بهذا الشيء لحد ما وصلت الى إيل ميشيل وبديت اشيك، لكن ليش نقصوني ما اعرف، مع اني انا شليت حاجه اضافيه. مشيت في طريقي ومثل ما قلت كنت خيفان وكنت اسرع وكنت احاول اني ما ارخل في الصدامات وعراكات او اي حاجه، لحد ما وصلت إيل ميشيل وفرحت. أول ما سويت نزول كتبوا لي تمت العملية بنجاح وخلاص وكل حاجة أمورك عسل. بس لما دخلت حصلتهم أنه ما عطوني الذهب. حاولت أشوف وأبحث ها وأسوي فاست ترافل ولا شيء، لا الفاست ترافل مغلوق. أروح أشوف الشحنة ألقى أن الذهب موجود، يعني أصلا ما تخزن أني أنا وصلته، وأصلا ما كأني وصلته، بس كاتبين لي تمت العملية بنجاح، فليش؟ هنا لاحظت أنه عندي أصلا 1990 المفروض 2100. بعد هذا سؤال ثاني ليش؟ ما أعرف. جلست أفكر، حاولت إني أغلق السيرفر، أغلقت البث، حاولت يعني كل مرة أسوي حاجة أغلق السيرفر أنتظر 20 ثانية عشان يتغير السيرفر أدخل السيرفر مرة ثانية، لا بعد ما أقدر أسوي فاست ترابل. في النهاية قلت أوكي بجرب أروح لسانت إين، وكأني وصلت على الأقل يرجعوا لي 1990 هذه اللي أصلا مسروقات منها كم، من غير دبل اور ناثينج كان المفروض انه يعطوني 2000، فلما وصلتها اعطوني 1990. ال 200 الفارقات راحن، ال 2000 وال 100 اللي المفروض يدبلوا لي اياهن راحن، 2210 راحن، وكلها هذه راحت بسبب ما اعرف الاخطاء الموجوده في اللعبه. بعد كذا قلت اوكي نجرب نسوي حاجه ثانيه، يمكن بروح واسوي جلتش لابست. اللي صار اني اول ما سليت الصندوق، اول شيء ما قدرت احصل سفن لابست، مع ان المفروض انها متوفره من بدا السيزون. سفن لابست موجوده اي مكان، وانتم اللي تلعبوا اللعبه او اللي تشوفوني بتعرفوا انه سفن لابست متوفره وموجوده اي مكان، الا انه اللي صار لا،
اللي صار ما قدرت اني احصل سفن لابست، ولما حصلت سفن لابست وشليت منها الرأس الربان المفروض انه خلاص تكون انت وونتد ويبدوا يهجموا عليك. كنت وونتد ليفل 1، ما حد هجم علي، وبحثت وبحثت يمكن 10 دقائق 15 دقيقه وانا بحث لحد ما حصلت سفينه لابست فجرتها، صار الوونتد ليفل 2 اتوقع، ما من اول مره محاوله، المحاوله الثانيه نفس الشيء بتلاقيه في التويتش موجودات كل هالفيديوهات. قريب الشيء اللي صار يعني دمرتهم، رحت ليفل 2 بديت ابحث عنهم مره ثانيه 10 دقائق لحد ما حصلهم، حصلتهم هجمت عليهم اظني وصلت لليفل 3 ومره جديده جلست ابحث ويلا يلا احصل، بعد 10 دقائق احصل واحد، بعد 5 دقائق احصل واحد. في النهايه قررت اني ارجع لساحل سانت إين، هناك كنت احصل كم واحد منهم. فلما وصلت هناك حصلت في سفينتين، رحت وهجمتهم. بعد ما دمرت الاول منهم اتوقع شفت انه فوق بدل لا يكون ليفل 4 رجع الليفل وصار ليفل 1 الليفل، فما قدرت اسوي جلتش لابست. بحاول اسوي مره ثانيه يمكن يوم الاحد بنزل لكم فيديو عن جلتش لابست، بس بصراحه هذا هو اليوم الأسوأ من بدت اللعبه عندي في سكال اند بونز، كميه مشاكل ما طبيعيه من غير المشكله اللي هم يواجهوها مع البث اللي يريدوا يسويوه اونلاين. هذا نهايه المقطع. اريد اقول اتمنى انه عجبكم المقطع، بس اكيد اتمنى انه ما عجبكم المقطع لانه نتكلم عن مشكله في اللعبه واللعبه نحبها. فاتمنى انكم تضغطوا زر السبسكرايب anyway يعني سواء عجبكم المقطع او لا. انا ما عجبني المقطع لانه يتكلم عن مشكله في اللعبه، بس في النهاية أحب أنكم تضغطوا سبسكرايب، تضغطوا لايك عشان ننشر وتدعموا القناة عن طريق الكومنتات، تكتبوا لي، لا تنسوا تكتبوا لي في التعليقات إذا كنتوا تريدوا ديسكورد أو لا. هنا نهاية المقطع والسلام عليكم. طبعا بسرع المواقع اللي فيه سفر وكذا عشان ما يكون فيه ملل، بس نخليه على طول الكومنت اللي أنا حاطه الحين، فتقريبا 7 دقائق. هذه نهاية الفيديو والسلام عليكم.